اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده وبرنامجكم من الحياه. وحلقه جديده في عصر كورونا فيروس. الحقيقه الاسبوعين اللي فاتوا حصلت احداث كتيرة قوي. يعني بالاضافه للكوفيد 19 والخوف الناس ورعبهم من المرض ومن الفقر بسبب ان هم في ناس سابت اشغالها وملهاش دخل لكن كمان حصلت حادثه ظابط امريكي تسبب في وفاه مواطن امريكي اسود ضابط امريكي ابيض تسبب في وفاه مواطن امريكي اسود الدنيا اتقلبت كان ابتدت ابتدت بالمظاهرات السلميه والناس نزلت بتطالب بحقوق الشخص ده او رافضين للعنف ضد او العنصريه بمعنى اصح لكن الموضوع اتطور وما بقاش بس مظاهرات سلميه بقت في تخريب وفي ناس بتموت وفي سرقه وفي نهب والموضوع اتطور رغم ان اتقبض على الظباط اللي تسببوا في وفاه المواطن الاسود. الموقف ده فكرني في وقت كده افتكرت بوقت الثوره في مصر. الناس ابتدت برضو بمظاهرات سلميه وفجاه بقى في ضرب وبقى في سرقه وبقى في تخريب وتكسير واحنا مش عارفين مين دول وعايزين ايه وايه الهدف من نزولهم طيب ليه ليه التخريب واسئله كتيره قوي بتندرج تحت الاحداث دي احنا مش لاقيين لها ردود وبما اني انا مواطنه مصريه عايشه في امريكا وماليش في ان انا افهم الوضع السياسي في البلد اللي انا عايشه فيها ولا ان انا اشارك ولا ان يكون لي صوت ولا مهتمه بالليله دي كلها نفس نفس الطريقه دي انا عايشه بيها في بلد في امريكا فبرضه انا مش عارفه اللي بيحصل ومش فاهمه ايه السياسه ومش فاهمه ايه الاحزاب السياسيه ومش فاهمه مين الديمقراطيين ومين الجمهوريين بنسمع كلام طشاش لكن مش مش متعمقين مين دول وعايزين ايه وقاعدين برضو على جنب وتقريبا انا مش بكلم نفسي لكن انا بكلم كل الجاليه العربيه يعني قافلين على نفسنا متقوقعين في مجتمعاتنا العربيه في امريكا واتكلمت في الموضوع ده قبل كده مش مش قادرين نبذل مجهود ان احنا نكون بنفهم الوضع لكن يعني بعد ما حصلت المظاهرات اللي فاتت والتخريب حسيت بقى لا لا احنا ممكن يكون لنا دور وسؤالي هل لو انا شاركت النهارده في امريكا بصوتي وان انا اهتميت بالوضع السياسي هيحصل تغيير ولا لا؟ وده هنجاوب عليه في الحلقه النهارده هنتكلم عن ايه الاحداث اللي حصلت؟ هنتكلم عن مين هم الديمقراطيين والجمهوريين؟ هنتكلم عن ضروره مشاركتنا والنزول وان احنا ننتخب وان احنا نقول راينا ونكون بنين على راينا على اسس مظبوطه. ونكون فاهمينها مظبوط مش مجرد هوجة انا ماشيه اه ديمقراطيين الشباب اه بيسمعوا في الجامعات اه انا ديمقراطي انا بكره الجمهوري او جمهوري وانا برضو مش فاهم حاجه لا لازم نكون فاهمين البرنامج مش سياسي لكن من الحياه لان دي حياتنا وده الدور اللي احنا لازم نكون عايشينه وبنقوم بيه بطريقه سليمه زي ما علينا واجبات تجاه ربنا علينا واجبات تجاه البلد اللي احنا عايشين فيها وتجاه الحكومات اللي احنا بنخضع ليها. ضيوف حلقتنا النهارده معايا ضيفين، ضيف في الاستوديو وضيف على السكايب، الاثنين مش مش تخصصهم سياسي لكن مهتمين بالوضع السياسي ومهتمين بان هم يعرفوا وبيشاركوا في الانتخابات واكتف يعني مش مش قاعدين على جنب زي كده. طيب ضيفنا اللي في الاستوديو معانا الدكتور سمير حنا اهلا بيك يا دكتور اهلا منورنا ومبسوطه جدا انك تكون معانا بعد يعني غيبه اعتكاف في البيوت بالظبط كده شكرا على استضافتك واهلا بكل المشاهدين اهلا بيك ومعانا كمان وهيشارك بعد شويه المهندس سامح ممتاز وهيكون معانا على السكايب وبنرحب بيه وهنرحب بيه بعد شويه كمان لما يشارك معانا. طيب انا عايزه الاول كده نبتدي نفهم الناس او نعيد ايه اللي حصل بالظبط عشان يكون في تحليل للموقف، عايزه اتكلم عن اللي حصل لجورج اللي هو المواطن الامريكي الاسود وهل الحادثه دي حصلت قبل كده مع برضه سود يعني اشرح لنا الموقف اوكي الحادثه دي حصلت يوم 25 مايو و خمسة 25 مايو ده يوم عيد ميلادي اه كل سنه فللاسف انه تزامنوا في نفس الوقت حصلت في مينيابوليس في مدينه اسمها مينيابوليس في ولايه مينيسوتا اللي حصل انه الشخص دوت اللي توفى اسمه جورج فلويد راح يشتري سجاير من محل وادى صاحب المحل ورقه ب 20 دولار هو ده اللي قدامنا جورج فلويد ادى له ورقه ب 20 دولار صاحب المحل او اللي كان واقف على الكاشير لقاها شافها انها مزوره هل اللي واقف على الكاشير ده كان فلسطيني او صاحب المحل فلسطيني حاجه كده ولا مش اكيد سمعت حاجه زي كده بس انا مش متاكد يس فطلب البوليس طلب البوليس اه جه البوليس وحط القيود في ايديه بس هو قاوم جورج يبدو احد الاقوال ان هو قاوم في انه يدخل سياره البوليس فنزلوه على الارض والظابط حط ركبته على رقبته لمدة وعندنا في صورة, للمشهد دوت هو صورة بشعة هو في فيديو اكشلي للموضوع ده واستمر بالوضع ده لمدة تسع دقايق الا لغاية ما النفس اتنقل بعد كده للمستشفى ومات يعني مات في ساعتها اكشلي او في الطريق للمستشفى طبعا حادثه بشعه 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 ده الضابط اللي كان حاطط ركبته الضابط الابيض ومش هنقول اسمه لانه شيء سيء وبشع بشع الى اقصى درجه ومات بسبب الاختناق وللأسف كمان كان في ثلاث ظباط تانيين واقفين اتفرجوا شايفين يس اللي حصل انه اللي كان حاطط ركبته ده هو الأقدم فيهم ودولت كانوا جداد بيسموهم روكي يعني ما بقالهمش كتير بيتعلموا منه اه فالظابط دوت بعد ما اتعملت تحقيقات اوليه او يعني بحوث اوليه وجدوا ان الكلام ده مظبوط فقبضوا على الظابط ده اللي احنا شفنا صورته وتوجهت ليه في الاول تهمه القتل من الدرجه الثالثه القتل من الدرجه الثالثه وبعد بعد كام يوم يعني يعني كانت قبض عليه وتوجهت لي التهمة دي وبعد كده اترفعت لقتل من الدرجه الثانيه ودي اخطر بكتير يعني دي عقوبتها قد تصل ل 40 سنه يا عمره باقي والثلاثه التانيين برضو اتقبض عليهم وتوجهت لهم تهمه التواطؤ في القتل بس طبعا ما حدش اختلف على انه دي حادثه قتل وانه الضابط اخطا 100% وانه لازم توقع عليه اقصى عقوبه بحسب القانون بعد التحقيقات او بعد المحاكمه ودي كانت لحظه نادره في المجتمع الامريكي لان المجتمع الامريكي حاليا ممزق الى حد كبير ان تلاقي ان المجتمع كله متفق على شيء ده شيء نادر جدا 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 او اي مجتمع مش المجتمع الامريكي بس لكن كل المجتمعات بس حاليا المجتمع الامريكي ممزق الى درجه لا تتخيليها عمرها ما كانت قبل كده عمرها ما كانت بالمنظر ده عشان يحصل اتفاق على حاجه في كان يعني لو كنا استفدنا من لحظة الاتفاق ديت وتصارع الفئات المختلفة تسارعت في إزاي نتحسن الوضع إزاي نضمن أنه ده ما يحصلش مرة تانية وكانت تحصل مظاهرات سلمية برضو واحتجاج لأنه ده وضع سيء جدا لا يقبل به أحد كنا بقينا في منطقة تانية خالص لكن للأسف الدنيا ما مشيتش في السكة دي طب يعني قبل ما انقل لسؤال تاني هل حدثة دي حصلت قبل كده ان برضو في ضابط ابيض يقتل مواطن آه. اسود اه اه اتكررت كتير وبتتكرر كتير قوي وفي حادثتين كبار يعني هو في اكتر من واحده بس في حادثتين كبار عملوا احداث شغب مشابهه لل للي حصل دوت في 2014 واحد اسمه مايكل براون يعني انا مش بقول ان هم دول بس اللي حصلوا لكن في احداث تانية لكن دول يعني من الاحداث البارزه جدا في 2014 واحد اسمه مايكل براون في اغسطس 2014 في بلد اسمها فيرجسون في ميزوري وبرضو الدنيا قامت ما قعدتش وحصلت مظاهرات وفي البلد كلها وفي وتكسير وتخريب و و و و وبعدين في 2015 واحد تاني اسمه فريدي جراي الاثنين دولت اللي هم الاثنين سود دوت في ابريل 2015 في بالتيمور ميريلاند برضو حصل حاجه زي كده لكن ما حصلش الاتفاق ده زي ما انا كنت بقول دلوقتي لانه كان في اه ده كان بيقاوم القبض عليه، لا ده كان معاه سلاح، لا ده كان كان بيدافع عن نفسه، اه يعني كان وجهات النظر كانت تقول كده انه ده معاه سلاح فالبوليس كان معاه حق انه يستخدم قوة معاه علشان بيقاوم ال لا ده ما حصلش هنا لكن الحادثة دي كل الناس متفقة على ان الضابط غلطان وهو ما سمعتش ولا واحد سياسي او غير سياسي مختلف على النقطة دي طيب كان تحليل الموقف يعني يمكن مش مفهوم هل هو السبب العنصرية فعلا ولا السبب الوقت اللي احنا فيه دلوقتي وقت انتخابات ولا السبب ايه ايه بالظبط عايزين يوصلوا لايه فهل في عنصريه لو احنا افترضنا ان ده يعني عشان العنصريه وعشان ابيض وقتل اسود هل في عنصريه في امريكا ده سؤال كويس جدا 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 اشكرك عليه للاسف الناس بتفكر العنصريه دي شيء يا اما يبقى موجود يا اما ما موجود وده تفكير يعني يعني عايز اقول ساذج قوي غير منافي للحقيقه لانه العنصريه زيها زي القتل زي السرقه زي الكذب اه تتحط قوانين للحد من هذه الامور وتتحط والمجتمعات تلفظ وترفض هذه الممارسات لكن على مر التاريخ مفيش مجتمع واحد على مستوى العالم كله على مستوى التاريخ كله قدر يتخلص من الافات ديت 100% ليه ليه مش ما قدرش يتخلص منها لان دي خطيه لان دي خطيه يعني طبيعه طبيعه الانسان بالظبط طول ما في خطيه طول ما في انسان خاطئ هيبقى في قتل هيبقى في سرقة هيبقى في كذب هيبقى في رشوة وهيبقى في تمييز عنصري لا التمييز العنصري ده خطية ده خطية لانه الانسان خلق على صورة الله فكل البشر ليهم نفس القيمه من اي لون او من اي عرق او من اي مذهب او من اي دين واكشلي الدستور الامريكي بينص على كده الدستور الامريكي اللي هو اتكتب او وقع سنه 1787 بيقول all men created equal يعني كل الناس خلقوا متساوين وكلهم سواسيه قدام القانون امريكا يعني عايز اقول مشيت يعني خطوات طويله في السكه دي وانا نفسي نشوف فيديو دلوقتي يجاوب على السؤال دي وارجع اسود فيديو من شخص اسود هو اسمه لاري إلدر هو الفيديو بالانجليزي معلش سامحونا اعزائي المشاهدين انه هيكون في حاجات انجليزي انا هقول ملخص ليه بالعربي بعد كده لان الاحداث كلها حاصله هنا فكل الحاجات هتبقى بالانجليزي طيب دكتور تعال نشوف الفيديو وبعدين نترجمه اوكي Is racism still a major problem in America? President Barack Obama certainly thinks so. He said that racism is in our DNA. Really? If racism is in our DNA, doesn't that mean it's immutable, unchangeable? But America has changed, and dramatically so. In 1960, 60 percent of Americans said they would never vote for a black president. Almost 50 years later, the black man who said racism is in America's DNA. Was elected president, and four years later, re-elected. That's only the most obvious example of racial progress. There are many others. How can be. in no Obama, can be. in no في حين انه الشخص دوت اسمه لاري إلدر اعلامي هو بيقول انه لا الكلام ده مش مظبوط لانه في سنه 1960 كان 60% من الشعب الامريكي قالوا عمرهم ما يقدروا ينتخبوا رئيس اسود لكن شفنا انه سنه 2008 انتخب اول رئيس اسود اللي هو اوباما اللي كان بيقول الكلام ده ومش بس كده أعيد انتخابه كمان سنة 2012 فاحنا قطعنا شوط كبير من 60% من الشعب كان رافض الفكرة لأنه لأنه أخد أغلبية وانتخب طيب هو في في فيديو تاني صح؟ اه في فيديو تاني نشوفه مع يعني أنا أنا عايز أقول إنه ال يعني زي ما قلت من شويه انه الدستور الامريكي بينص على انه الجميع متساوين قدام القانون وبيقول كل الناس خلقوا متساوين بدايه تحرير العبيد اصل المشكله اصل الحقيقه هي في موضوع العبوديه وللاسف الناس بتصورها كما لو كانت العبيد دي مشكله اخترعها الشعب الامريكي في حين ان الموضوع دوت من زمان من بدايه الحضارات وفي كل البلاد فيها على فكره احنا كمان مصر بالظبط بالظبط لغايه 1960 لغايه مش 1960 بالذات لغايه الستينات كانت السعوديه فيها عبيد 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 لغايه لما جه ميثاق الامم المتحده و اه اللي هم بيسموهم ملكات اليمين فانا عايز اقول ده موجود في كل لكن تحرير السؤال بقى مش انه مين اللي كان عنده عبيد وما كان كانش عنده الا الكل كان عنده السؤال مين اللي ساعة انه لموضوع تحرير العبيد ده طلع من المجتمعات البيضاء اكشلي من المجتمعات بالذات المجتمعات المسيحيه او اكتر اثنين مشهورين في الموضوع دوت هو ويليام ويلبر فورس في انجلترا في القرن ال19 وجه بعديه ابراهام لينكولن في كان رئيس امريكي واكشلي امريكا خاضت حرب اسمها الحرب الاهليه مات فيها اكثر من ألف واحد ما بين ولايات كانت عايزه تطلع قوانين تحرير العبيد وولايات اخرى كانت مضاده للموضوع ده فحصلت حرب اهليه استمرت من 1861 ل 1865 فامريكا خاضت حرب بسبب الموضوع ده واتقتل اكتر من 600 الف واحد من الامريكان بسبب الموضوع ده وبعديها الولايات وبقياده ابراهام لينكولن هم اللي كانت عايزه تحرر العبيد هم اللي انتصروا وبالتالي حصلت حصل الموضوع ده فاللي بيتكلم على انه العنصريه أصلها العبيد والاصلحه الكلام ده مش مش متابع التاريخ ماشي ازاي ومش متابع التطور اساسا اساسا سبب اللي نادوا بتحرير العبيد هم امريكان بالظبط من انجلترا ومن امريكا يس في فيديو تاني بقى واحده سوداء ايوه بتقول انتوا فين العبوديه اللي انتوا بتتكلموا عليها دي هو ده هو الفيديو ده هنشوف اول 40 ثانيه منه لو سمحت I am black. I've always wanted to be. I have a. Like, I do what I want. You have the skills. This is a country where you have the skills. You want to do what you want. You do it. Stop Stop forcing on people to accept that they are oppressed. They are not. I am not oppressed. I am black. You're forcing a rhetoric into the mind, which is not true. Violence is wrong, period. ده فيديو قوي جدا يعني هي بتقولوا انتوا بمناسبه ايه انتوا نازلين تدافعوا عن حقوقي يعني بالظبط ودي حاجه اسمها الوايت جيلت ال يعني في ناس بتتكلم عنها اللي هو الشعور بالذنب عارفه الواحد اللي يبقى على راسه بطحه او اللي شاعر بالذنب طب ذنب ايه يعني يعني دي حاجه حصلت في الماضي واحنا تخطينا الزمن تخطى الموضوع دوت ودلوقتي كل كلنا سواسية ليه نرجع عجلة التاريخ لورا احنا خلينا نتدق وكل حادثة زي الحادثة اللي احنا بصددها دي نتعامل معاها في ظروفها في وضعها ونسعى على انها ما تتكررش هي بتقول طب ما في بيض بيقتلوا بيض ومحدش لا وفي سود بيقتلوا بيض وفي سود بيقتلوا بيض والنقطة بقى الكبيرة انه في سود بيقتلوا سود اه في السنة الواحدة هو أساساً في ناس سود ماتت في المظاهرات دي أصلاً بالظبط كده بالظبط كده ودي المشكلة اللي وده اللي هنتكلم فيه أكتر لما نيجي نتكلم على النقطة الجاية طيب هو يعني القصة ما دام هي مش عنصرية وفي ناس بتقول إن هي مش عنصرية وإحنا إن السود واخدين حقوقهم واوباما اللي كان بيقول مش عارفه في الدي ان ايه بتاعت امريكا بقى رئيس والناس انتخبته وكل القصص دي وما عنديش اعتراض ان كان في مظاهرات سلميه وان هم يوجهوا رساله محترمه. ايه اللي طور الموضوع وبقى فيه تخريب وفي قتل؟ وسرقه ونهب اه عايز بس اكمل انه مش بس اوباما لكن في سود في كل مجالات الدوله وزراء خارجيه وجنرالات في الجيش ووزارات مختلفه ورؤساء جامعات واساتذه في الجامعه ورؤساء شركات في كل المجال ما فيش حد يعني ما فيش مجال مفهوش فيهوش ناس ما فيش مجال مش زي مصر مثلا مش زي مصر ممنوع ممنوع المسيحي عمر ولا ان ان مليونير مسيحي هيبقى رئيس جمهوريه ولا يمسك وزاره الخارجيه ولا يمسك وزاره الدفاع بالظبط ولا يبقى رئيس جامعه عمرها عمرها ما هتحصل هو بيبقى دكتور بالعافيه اصلا ولا لا يعني ماشي لا في كتير بالعافية. بالعافيه في كتير بيطلع روحهم طبعا بيطلع روحهم في كتير لكن يعني هي دي دي العنصريه الممنهجه زي دكتور جامعه استاذ في الجامعه اه استاذ في الجامعه يعني اه ف ايه السبب بقى ايه السبب بتاع الهبه الجامده اللي خصوصا ان الظابط اتقبض عليه واتحكم عليهم كلهم يعني ما هي ده مش كفايه بالنسبه لهم لانه في في ناس بت يعني عارفه انت لما يبقى عندك شراره صغيره لو سبتيها بتطفي لكن لو حد قاعد يهوي عليها ويرمي عليها بنزين بتولع تاني اه لا بتولع وبتحط لها وقود وتشعلل وتجري في حتت تانية وهكذا فده اللي حصل بالظبط مين بقى اللي عمال يشعلل الدنيا؟ وللاسف في ناس كتيرة بتفتكر ان هي منظمه سلميه وان هم يعني بس بيدافعوا عن حقوق السود اه عن حقوق السود بالتحديد في منظمه اسمها بلاك لايفز ماتر بلاك لايفز ماتر او بي ال ام دي هيئه فعليه موجوده اه دي ابتدت سنه 2013 بسبب بعض الحوادث السابقه اللي حصلت زي زي كده ال المنظمه ديت قايمه يعني وده من من الويب سايت بتاعهم على حاجتين اساسين بتغذيهم وعمالة انه في حاجه اسمها سيستميك ريسيزم زي ما الرئيس اوباما قال انه انها بناء يعني في الدي ان اي بتاعت امريكا هم بيقولوا ان في سيستميك ريسيزم يعني في عنصريه ممنهجه في كل الانظمه وفي بتاعت البلد والحاجه الثانيه اللي طلعوا بيها جديد السنه دي هو حاجه اسمها ديفاندينج ذا بوليس يعني عدم تمويل البوليس وفي ناس بتاخدها بمعنى انه الغاء البوليس تماما. فدولت يعني الحاجات اللي بيشعللوا بيها مشاعر الناس. في حين ان لما بنبص على الاحصائيات انه في 7000 في سنة 2019 في 7000 اسود اتقتلوا 7000 الاغلبهم من ناس سود في اتقتلوا بايدين ناس سود اه في في بسبب الجانجز بسبب العصابات والمخدرات والحاجات ديت وفي اماكن معينه في مدن معينه هي اللي فيها الكلام ده ليه ما بيتكلموش على الكلام ده ليه ما بيحلوش المشكله دي لا انا كمان طب ايه هدفهم ايه هدف الهيئه دي هي المظلوميه فاكره الاخوان ودايما في آه ودايماً في المظلومية واحنا مظلومين واحنا مظلومين ويهيجوا عواطف المسلمين بكلمات إسلامية والمسلمين مقهورين والحكومة والجيش والبوليس عاملين قهر للمسلمين فيأججوا مشاعر المسلمين هنا برضو في قهر للسود من الحكومة ومن ومن البوليس فبيأججوا مشاعر السود وبيرفعوا وبيزودوا الاحساس بالذنب عند البيض ودي بيسموها البيرفكت ستورم بتشعلل بتشعل الدنيا في سنه 2019 في عشرة سود البوليس قتلهم كانوا مش ما معهمش سلاح يعني في ناس تانيين تانيين كانوا سود معاهم سلاح وكان في يعني ضرب نار ما بين بعض مش ده اللي بنتكلم عليه في عشرة ما ما ما, كانش معاهم سلاح اتقتلوا سنه 2019 سود في نفس السنه اتقتل 19 بيض البوليس قال 19 بيض لان في ملابسات اخرى مش بس السلاح يعني في ملابسات اخرى هي اللي ادت لهذا الامر فانا عايز اقول لما بيحصل صدام مع البوليس بيحصل الامر ده طبعا كل حاله لازم تتاخد في الظروف المحيطه بيها كمان البوليس في اتناشر ضعف انه طبعا في حاجه و80 في سنه 2019 برضو حاجه و80 مش فاكر الرقم بالظبط حاجه و80 ضابط بوليس اتقتلوا في السنه ديت وفي 12 ضعف انه احتمال ان البوليس يتقتل من شخص اسود وعشان كده البوليس مستنفر لانه 12 تخيل لما يبقى 12 ضعف من اي جنسيه اخرى انه البوليس يتقتل من 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 شخص اسود فعشان كده في حاله استنفار في الموضوع دوت. السود زي ما انتي قلتي بيعانوا من امور تانية كتيرة مش البوليس هو السبب الاساسي لا هو لما نلغي البوليس يعني انا شايفه في فكره ان هم بيطالبوا بالغاء البوليس طب انا احساسي بالامان ده يجي يعني ما هو اي حد هيجي يهجم على بيتي هيهجم علينا انا مش هقدر ما فيش 911 اساسا اكتر ناس هتنضر هم السود السود والبيض وكل الناس بس هو اكتر يعني, من اكتر الاقليات بوجه عام خليني اقول الاقليات بوجه عام هم اكتر ناس هتنضر مش الناس الاغنيه الناس الاغنيه هيبقى عندهم عايشين في جيتد كوميونيتيز وعايشين عندهم السكيورتي جاردز بتوعهم. اه بالظبط. يا خلينا نشوف الفيديو اللي جاي بتاع واحده سودة بتنتقد البلاك لايفز ماتر اللي بيقولوا انه يعني يعني بتنتقدهم لان كسروا لها المحل بتاعها. تعالى نشوف اه ما ده في الاحداث الاخيره دي حاجه جديده اتفضل. بالظبط اه ده في اليومين دول. اه problem that bothers me, you says, black lives matter, I'm a kid, hard time, plus I'm a part owner of this store, you said black lives matter, why don't you choke me, I'm black. وهي واحده سوده واللي بتشتغل معاها واحده سوده تانية انها مجرد بروباجندا طيب اه بس اللي قايمين بيها سود واللي يعني البيض نشطاء كتير فيها بس كلهم من من اليسار من من الليبراليين وهنيجي للبعد السياسي عايز اقول حاجه اخيره انه بالنسبه للمنظمه دي وخطورتها انه في الويب سايت بتاعها بيتكلموا على ان هما والكلام اللي انا الافكار اللي انا هقولها دي من الويب سايت بتاعها اللي موجود اي حد يقدر يقراه بس لازم الواحد يقرا ويدور مش هيلاقيه كده بعنوان بخط كبير بيقول وي ديسربت ذا ويسترن بريسكرايب Nuclear فاميلي ستراكشر يعني احنا هنعمل على تخريب الوحده الاساسيه بتاعه العيله ده مكتوب كده اهو دي الهيئه دي اه يس انه تخريب الوحده بتاعه العيله ذا نيو ذا نيوكلير فاميلي ستراكشر الحاجه الثانيه بيقول لك ان احنا عايزين ان ناند ذا سيستميك العنصريه الممنهجه عايزين ننهيها واحنا اتكلمنا على انه هم رافعين شعار مش موجود عنصريه هم بس يعني حاطينه كبس في الظاهر يعني غطاء للي هم عشان ياجج مشاعر الناس وبالذات الشباب الحاجه الثالثه هي وي كول فور ناشونال defunding اوف ذا بوليس اللي احنا اتكلمنا عليها ده من الويب سايت الحاجه الرابعه يعني انا بس اختلط اربع حاجات يعني في حاجات كتير انه وي فاستر ا كوير افيرمينج نتورك كوير دي خاصه بالمثليين والشذوذ بانواع مختلفه الجنسي بانواع مختلفه طب انت طب انت اسود وانت مالك انت ومال الجزئيه دي؟ طب ما دي ليها الناس بتوعها. لا هو مدخل نفسه في حتت سياسيه ومش بس كده لكن كمان في بيورجنايز علشان فوتينج للانتخابات الجايه. بينظم حملات للانتخابات الجايه. هو عشان كده الدنيا اتأفرت عشان 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 الانتخابات. التوقيت. آخر فيديو نشوفه في الحتة دي، الفيديو بتاع الشخص ااا اوكي. أيوة، لأ مش أيوة ده. I'm sorry. I work for Black Lives Matter. I'm sorry that I scared you. but Since I work for that company, my CEO has told me to come out today and to bring you on your knees because you have white privilege. So if they see that a white person is getting on their knees, that shows solidarity for the situation. and could you just please apologize for you know for your white privilege? فدي واحدة ماشية في الشارع بيضة ما لا بيها ولا عليها. ده من اه بيقول لها أنا مطلوب طلبوا مني من المظاهر إن أنا أطلب من الناس البيضة إنهم يعملوا كده. ده مش بس كده لكن في سياسيين ركعوا نفس بنفس الطريقة دي وهنشوف صورهم دلوقتي. وبيطالبوا رجال الشرطه ورجال الامن اللي واقفين في الشارع وكتير منهم ركعوا خلينا نشوف الصورتين الجايين بتاع الركوع ده العمده بتاع مدينه لوس انجلوس اسمه اريك جرسيتي اللي لابس الماسك دوت في النص راكع والناس حواليه علشان حمله البلاك لايفز ماتر وكمان الصوره اللي بعديها دولت الكونغرس رجال ونساء الكونغرس الديمقراطيين برضه ركعين برضه لنفس حمله الركوع الركوع اعتذارا للي حصل يعني واعتراف بالخطا فهو سبمشن عايز للسيطره للسيطره على المجتمع طيب حضرتك قلت ان ان هم طبعا قاصدين الوقت وان هم وراهم اهداف تانية و بس سؤالي بقى طيب ده في امريكا ليه بقى العالم تضامن معاهم؟ يعني حصلت مظاهرات في كندا، حصلت مظاهرات في استراليا، حصلت مظاهرات في فين تاني؟ في فرنسا ليه؟ لانهم المنظمه دي اصبحت عالميه عندهم مكاتب في انجلترا وفي كندا واعتقد انها فتحوا مكاتب في اماكن اخرى تانية ومش شرط يكون فتحوا مكتب لكن الفكرة انتشرت لأن في سود في البلاد ديت فزي ما بقولك لو 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 تفتكري موضوع الفيلم المسيء اللي حصل في سنه 2011 والمظاهرات المسلم المسيء للاسلام والمسلمين طلعوا في كل العالم وحصل تخريب ما كانش محتاج تنظيم ولا هم خرجوا كده يعني لانه المشاعر بتتاجج يعني مش مش مستحملين يعني او بيتلككوا ما بالظبط لانه في ناس بتصغلهم الصوره بصياغة غير غير الواقع الحقيقي يعني زي ما قلت لك بتهوي على الشراره علشان الدنيا تولع يعني كانها هيئه عالميه معناها يس دلوقتي اصبحت ليها صفه العالميه طيب ازاي حضرتك قلت ان ان ده استغل الحادثه دي سياسيا قولي بقى استغلت الحادثه دي ازاي سياسيا اوكي وده يعني انا نفسي ان الناس تكون بتركز وبتفهم الوضع علشان نكون فاهمين كمان الدور اللي علينا الوقت اللي جاي في الحلقة أوكي السود عادة بيصوتوا للحزب الديمقراطي والحزب الديمقراطي بينظر إليه على إن هو حامي حما السود أو الأقليات وجه عام اوكي بالظبط بالظبط كده ومن ضمنها السوشواليتي ومن ضمنها الفئات ال... بالظبط كده بالظبط كده ودي ده تيرم اسمه ايدنتيتي بوليتكس سياسه الهويه او السياسه المبنيه على الهويه وهنتكلم فيها اكتر على لما نيجي عند السياسه فعلى طول يعني بتستغل الحادثه ديت سياس الاحداث زي كده سياسيا لان عموما لكن السنه دي بصفه خاصه لان السنه دي في انتخابات رئاسيه في نوفمبر فعاده يعني الاحداث دي بتاخد لها اسبوعين ثلاثه وبتهدى وخلاص لا انا متوقع انه هتستمر اكتر لانه هيفضلوا يهووا عليها وهيتلككوا في اي حاجه لانه زي ما شفنا احداث كورونا سيست الغلق سيس الادويه سيست كل حاجه لو لا عايزين القعده في البيت تطول تطول على الناس وعايزين الاقتصاد يخرب اه يخرب لما الاقتصاد يخرب هيأثر اه هيقول لك معرفش ويأثر على الاصوات نفس الحكايه البلد فلتت وما عرفش يسيطر والتخريب والسلب والنهب والضرب والناس اللي اتاذت واللي فقد عينه واللي رجله اتكسرت واللي فقد مش عارف ايه واللي اتقتل ناس كتيره اتقتلت ومنهم سود زي ما قلنا ظابط اسود وشرف اسود وناس كتيره تانيين سود يعني انا ممكن اجيب اجيب لك اساميهم مش مش على مستوى الحصر لكن في البعض معروف اساميهم فلما يبان انه في فوضى و وفي تخريب ويبقى لا انت كده مش قادر مش تظبط الامور فعشان كده عايزين يمطوا ويمدوا الوقت دوت علشان في انتخابات جايه. البلد وزي ما شفنا وزي ما قلت لك وعلى الويب سايت هم وحتى في المظاهرات هتلاقي بعض الساينز يقول لك فوت. طب ايه علاقة اللي حصل ده بالفوتينج؟ ايه العلاقة؟ وعلى الويب سايت بتاعهم برضو بيتكلموا على ال على الفوتنج. ايه العلاقة اللي هو التصويت اللي هو الانتخابات؟ ان احنا نقول صوتنا فعايزين يستغلوا سواء الديمقراطيين او السود عايزين يستغلوا الحكاية ديت في الانتخابات اللي جاية. طيب بما ان الموضوع كده وبما ان في انتخابات جاية ف وبما احنا الجاليه العربيه زي ما قلت في المقدمه يعني شايلين نفسنا من الحته دي ومش مهتمين ان احنا نفهم ايه الوضع السياسي وايه دوري وهل دوري ده هيأثر والكلام ده كله، عايز اعرف انا ازاي اختار انا انا لا اقرر ان انا ديمقراطيه او ان انا جمهوريه، الديمقراطيين بيفكروا ازاي وايه اهدافهم؟ ده اللي انا عايز اعرفه، الجمهوريين بيفكروا ازاي وايه اهدافهم؟ اوكي. ال زي ما انت قلتي يا امل في حزبين اساسيين هما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري لكن في ناس تانيين بيختاروا انهم يبقوا اندبندنت محايدين وعلى فكره هم دول اللي بيحددوا مين اللي بيفوز في الانتخابات لانه الديمقراطي هيفضل ديمقراطي وهيمشي طول الوقت هيبقى متعصب بالضبط والجمهوري في معظم الوقت بنفس الطريقه في معظم الوقت احيانا الجمهوريين لان الجمهوريين مش بيمشوا زي القطيع يعني لو كان الشخص الموجود يعني مثلا وقت الديمقراطيين وقت باراك اوباما في اعرف بعض الجمهوريين صوتوا لباراك اوباما الديمقراطي وفي بعض الجمهوريين رافضين ترامب بالظبط بالظبط كده لكن ما تلاقيش كده في الديمقراطيين خالص هم ماشيين بغض النظر ايه اللي بيحصل هم ديمقراطيين وهيصوتوا ديمقراطيين وان كان بعض الناس في الانتخابات اللي فاتت قعدوا في بيوتهم من الديمقراطيين اللي هم كانوا تبع برني ساندرز ما صوتوش لهيلاري كلينتون لكن عاده عاده كقاعده عامه اللي بيحسم الانتخابات هو المحايدين الاندبندنت لان هم دول بيقيموا بيقيموا ده الشخص ده على المستوى الشخص ده كويس ولا مش كويس سياسته كويسه ولا مش كويسه وبناء عليها بيصوت فهو ده اللي بيحسم الانتخابات عشان كده اي مرشح بيحاول يخطب ود الاندبندنت دولت طيب الديمقراطيين والجمهوريين بوجه عام علشان سامح نديله الفرصه يخش في معانا انا مش هطول في الحته دي واسيب له الفرصه هو يكمل انه الديمقراطيين اللي هم نقول عليهم الليبراليين او اليسار والجمهوريين اللي هم المحافظين اللي هم اليمين الليبراليين الفرق من الفروق الكبيره هو النظره للحكومه الديمقراطيين بيطلبوا حكومه كبيره متضخمه ان كل شيء ياتي من خلال الحكومه الجمهوريين عايزين حكومه صغيره ويكون الفرد هو يبقى عنده الحرية الشخصية ويبقى عنده الاختيارات بتاعته ومن خلال المؤسسات المجتمعية ومن خلال السمول بيزنسز ومن خلال الملكية الشخصية والحرية الشخصية يعني تنتعش فالجمهوريين نظرتهم أن الحكومة دورها بس للدفاع عن الوطن في أغلب في معظم الوقت لكن ويتركوا الأمر للفرد وللمجتمع ان هو يسير اموره لكن الديمقراطيين عايزين الحكومه تتضخم وتتولى كل الشؤون من تعليم لكل الناس لصحه لكل الناس للبزنس هي الحكومه تتسلط عليه الاعانات الاجتماعيه الحكومه تبقى من خلال الحكومه عشان الناس في البيت ده اكتر وتترفع اكتر يعني فده التوجه العام بتاع الديمقراطيين عشان كده بعض الأفكار دي أفكار يسارية شيوعية ...سوري اشتراكية مش شيوعية اشتراكية في الن... كان نظام اقتصادي ان هو التعليم للكل والصحه للكل وان وال... الغني يد الفقير والكلام ده و... اه وال... وبالتالي ال... 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 لازم يبقى التاكسز تعلى قوي الضرايب لازم تعلى قوي علشان يقدروا يدفعوا كل دوت آه... ال... ال... الجمهوريين يشجعوا الملكيه الفرديه وانه التاكسز تقل وانه الشخص هو اللي يتح... يقدر ي... يتحكم في فلوسه مش الحكومه هي اللي تتحكم في, آه آه في, في فلوسها العنصر الاخير ودي اخر حاجه هختم بيها فكره Identity بوليتكس اللي اتكلمنا عنها اللي هي سياسه الهويه وهي دي العنوان الاهم حاليا في اي مش... آآ آآ حمله انتخابيه لاي شخص ديمقراطي هي السياسه المبنيه على الهويه الايدنتيتي بوليتكس ف... ف... فالسود مقابل البيض والنساء مقابل الرجال والهوية الجنسية منها المثليين وكل الـ الـ الأنواع الأخرى من الجنس اللي هي يقال عليها الجي ال ال بي تي كيو كوميونيتي كل ده فيرسس الناس اللي, اللي بينادوا بالجنسية الثنائية آه، رجل وامرأة رجل وامرأة <applause> المهاجرين مقابل المواطنين المسلمين وغيرهم من الاقليات مقابل المسيحيين فاسوا شخص بالنسبه للشخص في النظر الديمقراطي هو الراجل الابيض المسيحي ده اسوا شخص لان دي اسوا فئات بالنسبه لهم احسن شخص احسن حاجه بالنسبه لهم هي المراه السوداء او او اللي من اقليات ممكن تبقى براون او من المراه اللي من اقليات المسلمه. ف... ومش بس مسلمه كمان لو افضل تكون مثليه. بس اي كومبينيشن بقى من دول يعني لو راجل مثلي يبقى افضل من راجل مش مثلي. وهلم جرى يعني اي كومبينيشن من دول فهي دي القائمه المفضله ودي القائمه المغضوب عليها. م. المرأة كهي برضو أقلية ومش واخدة حقوقها مسلمة هم شايفين إن هم مش yeah. واخدين حقوقهم آه. ومثلية طبعا يعني يس هو yes. ده, ده باختصار طيب أنا كنت عايزة أسألك الحتة الهيئة اللي حضرتك قلت عليها دي فيها مسلمين؟ أه طبعا فيها مسلمين أه طبعا أه طبعا وده في من منهم ناس عملوا علامة رابعة يس يس في منهم ناس عملوا علامة رابعة وفي ناس عملوا تكبير في احد المظاهرات طيب دول الجمهوريين والديمقراطيين اللي بين البنين بقى دول ايه يعني بياخدوا الحلو من هنا والحلو ان هم الناس اللي هم لا, لا ديمقراطيين آه ولا جمهوريين دولت ما لهمش انتماء حزبي هم انتماء براجماتي يعني الشخص اللي هيكون افضل هو ده اللي انا هديله صوتي اللي سياسته هلاقيها افضل هو ده الشخص اللي هديله صوتي وعشان كده ترامب نجح المره اللي فاتت لانه كسب كتير من اصوات الناس المحايدين دول بشكرك يا دكتور سمير وشكرا على المعلومات المهمه المهمه كمان احنا نكون عارفينها وهنكمل مع سامح بس يعني حضرتك هتكون معانا لو في اي حاجه وعايز بيها يعني بكل شكرا, شكرا طيب يعني. معانا المهندس سامح ممتاز اهلا بيك يا سامح موصينك تكون معانا مره كمان في برنامج من الحياه مساء الخير يا امل وشكرا ليكي لدعوتك ليا تاني انا هحاول ان انا اشارك ببعض الافكار وبعض الاقتراحات حلو قوي تمام طيب احنا كنا طبعا حضرتك تابعت الحلقه كلها ووقفنا عند او اتكلمنا كمان عند الاحزاب الديمقراطيين والجمهوريين ومين دول وكده انا عايزه اعرف ازاي احدد انا كمهاجر الملوش في السياسه <applause> يعني المجتمع العربي بتاعنا ملناش قوي في القصه دي لكن ازاي احدد الحزب اللي انا انتمي ليه واختار الرئيس بناء عليه. هو اكشي اختيار الحزب ده مش حاجه قانونيه، يعني آه. انا مش مجبر ان انا ابقى جمهوري عشان اختار الرئيس ترامب، او مش مجبر ان انا ابقى ديمقراطي عشان اخترت الرئيس اوباما، فانا زي ما الدكتور سمير قال انا ممكن اكون جمهوري او ديمقراطي او ممكن اكون مش منتمي لحزب معين، ده مش هيأثر في اختياري على حسب المرحلة اللي انا بختار فيها او الانتخاب سواء انتخاب رئاسي او انتخاب تاني. بس بيتهيألي قبل اي انتخاب رئاسة عادة كل مرشحين بيتكلموا سوا بيبقى في زي ندوة وبيتكلموا او بيبقوا قصاد بعض وكل واحد بيقول هو ناوي يقدم ايه وناوي يعمل ايه. فأنا بقترح ان أي واحد عايز ينتخب لازم على الأقل يسمع الناس اللي هو احتمال ينتخبهم للرئاسة ودي عادة بتحصل ثلاث مرات ما بين مرشح للرئاسة ومرة رابعة بتبقى اللي هما الاثنين المرشحين ان هما يبقوا نواب الرئيس دي اول بداية تاني بداية طبعا بتكلم على الاصدقاء اللي ليا بحاول اعرف اكتر هم بيفكروا ازاي الناس اللي جم قبلية امريكا وبحاول اعرف منهم واكشي احنا بنفتكر انه مثلا مرشح الحزب الجمهوري لازم يكون جمهوري مية في المية أو العكس أكش المرحلة اللي جاية مرحلة غريبة جدا يعني الرئيس ترامب نفسه هو ما كانش جمهوري معظم حياته كان قضى جزء كبير من حياته كان ديمقراطي وبعدين غير نفسه الجمهوري وبعدين غير نفسه الحزب ثالث خالص وبعدين في فترة تانية مرحلية رجع تاني ديمقراطي وبعدين جمهوري وبعدين ما بقالوش انتماء لحزب معين وبعدين رجع جمهوري فطبعا دي يمكن حاجه حسب المرحله العمريه او حسب يمكن طموحاته السياسيه قرر يعمل كده لكن اللي اقصده ان هو ما هواش جمهوري 100% بنفس الطريقه المرشح للحزب الديمقراطي اللي هو بايدن اللي هو كان نائب الرئيس اوباما في ناس كثيره بتعتبره أنه هو مش ديمقراطي 100% فبالتالي لازم ان انا استمع للناس دول واحاول انا اقيم راي ومفيش حاجه عيب ان انا اختار المرشح ده او المرشح ده مش لازم ان انا عشان مثلا بحس ان انا بميل لده يبقى لازم كل مره لنهايه حياتي اكون بختار المرشح ديمقراطي او <applause> اوكي آه <applause> طبعا الحاجات الاساسيه اللي هيتكلموا عليها في المرحله اللي جايه العلاج الطبي ده حاجه اساسيه قوي لان كل مواطن محتاج للعلاج الطبي والعلاج الطبي في امريكا بقى غالي جدا 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 بالظبط تقريبا ان كل فرد في امريكا التكلفه السنويه وصلت ل 12000 دولار لكل فرد ياه. يعني لو عيله من اربعه محتاجه 50000 دولار عشان تتعالج سنوياً طبعا يعني كل عيله بتحتاج ده لكن ده المتوسط طب الفلوس دي هتيجي منين هتيجي من الحكومه هتيجي من الشركات اللي بنشتغل فيها هتيجي مننا فدي ارقام بقت كبيره جدا طبعا بعد كده كل مرشح هيتكلم على الـ التعليم على الضرايب عادة زي ما الدكتور سمير قال عادة لو المرشح جمهوري هو بيحاول يقلل الضرايب وبيحس ان لو الناس اشتغلت احسن وصرفت الفلوس هي احسن الدوله هيبقى عندها فلوس اكتر مش ان الدوله تاخد ضرايب اعلى من الناس طيب آه. آه حضرتك اه كمل انا عندي اسئله لا. في الحتت دي مهمه جدا أوكي. طيب يعني انا مش مهم اكون بنتمي لحزب ده مش فارق بس ببني فكري من كل واحد بيتكلم عن نفسه ايه الحاجات او بنسال حلوه قوي نقطه عجبتني ان احنا بنسال ناس قريبه مننا عايشه في امريكا من زمان او ناس مقتنعه بالشخص الفلاني فانا اسمع منهم طب ليه انتم مقتنعين بالشخص الفلاني ده ده اللي هيخليني اكون فكره او اكون راي عن الشخص اللي انا اروح انتخبه ده مظبوط صح طيب دلوقتي احنا يعني جايين بفكر برضو ان انا رحت انتخبت او ما رحتش انتخبت مش هيغير في الوضع حاجه، هل انتخابي والادلاء بصوتي هيغير فعلا ممكن يغير في اختيار الرئيس او يغير في الشخص المنتخب؟ آه هيفرق يعني؟ الاجابه باختصار هل المهاجر زينا ينتخب ولا لا ولا مش مهم؟ الاجابه باختصار اه مهم جدا ان المهاجر يروح ينتخب هقول افكار بسيطه اشارك بيها اكشلي اول فكره احنا لما بنبقى مواطنين امريكان بيبقى لنا نفس الحق زي مواطن اتولد في امريكا وبالتالي ده حق وده امتياز فانا ليه ما استخدموش يعني الدوله بتديني فرصه ومش هتكلفني حاجه يبقى ملهاش معنى ان انا ما استخدمهاش تاني حاجه ده المجتمع اللي انا هعيش فيه فانا هحس بانتماء اكتر لما انا اروح وانتخب ودي حاجه بسيطه يعني مش محتاجه مجهود كبير تاني حاجه هل صوت يفرق ولا لا الصوت يفرق جدا 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 الناس اللي عاشت هنا على الاقل 20 سنه في امريكا يمكن يمكن ما نسيتش انتخابات سنه 2000 اللي هي بين ساعتها المرشح دوش الصغير الابن اللي هو اصبح رئيس امريكا وقال جور اللي هو كان نائب الرئيس كلينتون اكشي كان في نقاش كبير وخلاف كبير على ولايه فلوريدا اللي هي كانت اكبر رابع اكبر ولايه في تعداد السكان وعدد اللي صوتوا ساعتها 6 مليون واحد لكن حصل خلاف والقضاء تدخل وفي الاخر الرئيس بوش كسب ب 500 نقطه فرق 500 صوت من 6 آه. مليون ولان نظام الانتخابات في امريكا اللي يكسب ولايه ياخد الولايه كلها يعني في الاخر بسبب ال 500 صوت دول الرئيس بوش اخذ 6 مليون صوت وعلى اساسها اصبح رئيس امريكا لمده 8 سنين وتغير مصير الدوله كلها عن مثلا لو كان ال اللي هو اتجاهه ليبرالي اكثر اخذ الحكم فاه تخيلوا لو ال 500 شخص دول قالوا احنا مش ضروريين نروح الانتخابات او لو كانوا من المهاجرين اللي قالوا احنا مشغولين او مش مهم نروح كان هيحصل فرق ففعلا الصوت بيفرق بيفرق تمام ثالث حاجه عايزه اقولها معلش آه في فرح. النقطه دي بسرعه آه شو. الرئيس الامريكي بيتغير كتير م. عكس بلاد تانية م. يعني ده حصل 58 انتخاب في تاريخ امريكا برغم ان هما 58 انتخاب كان ممكن نقول يمكن كان يبقى في خمسه رؤساء او 10 لكن في 44 شخص اخذوا ال 58 يا. انتخاب دول واصبحوا رؤساء لامريكا عكس كده مثلا في دوله زي انجلترا لانها مملكه الملكه اليزابيث هي ملكه لمده 68 سنه يعني في مده حكمها اللي هي لسه مستمره عد عليها او زارت او استقبلت 13 عشر رئيس امريكي وبالتالي الرئيس الامريكي كمتوسط في مده 230 او 232 سنه بيحكم حوالي خمس سنين وثلاث شهور ده متوسط الرئيس فبالتالي الرئاسه بتتغير وكل رئيس ليه اسلوبه وبيجلب الحكومه بتاعته فانا لو قعدت اقول اه الرئيس ما تفرقش او صوتي ما يفرقش هنا الحاجات بتتغير بسرعه فمهم ان احنا نكون متداخلين في الموضوع ده وبنكون بنادي الدور اللي علينا ونكون بنروح الانتخابات تمام طيب قبل ما يعني هسالك ازاي ننتخب وايه الاجراءات اللي انا المفروض امشي فيها والكلام ده كله دلوقتي الشباب يعني احنا احنا بنتكلم احنا راي الكبار تفكيرهم طريقه تفكيرهم بطريقه والشباب ولادنا بطريقه ثانيه فلو لو في نقاش ما بين واحد وابنه هيبقى في خناقه لان هو هيبقى منحاز للراي ال اللي هو الجمهوري الجمهوري اللي هم المنضبط اللي هو اليميني زي ما كان دكتور سمير بيقول والشباب لا هم عايزين الديمقراطية واللي عايزين الحريه وعايزين وعايزين الكلام ده كله. ازاي اكون بفهم ولادنا احنا كعرب اوكي والجاب اكبر اكبر من واحد امريكي وابنه. الجاب ما بين اب مصري وابنه جاب كبيره جدا ازاي انا اقنعه او ازاي انا اخليه يشوف الصوره كامله عشان يعرف يختار صح ودول كتير ليا اولاد هم لسه ما بلغوش سن الانتخاب لكن انا ببتدي اوريدي اتكلم معاهم أه. انا على الاقل وجهه نظري انه مش هحاول افرض على اولادي حاجه معينه أه. لان هم كبروا هنا في البلد بيفكروا بطريقه مختلفه جيل مختلف عني لكن اللي اقدر ان انا اكون بعمله ان انا اكون بقدم لهم الـ الـ كل حزب بيقول ايه واكون بتشارك معاهم في الحديث بعد كده الاختيار يرجع ليهم انا عندي اهم ان هم يختاروا ويروحوا الانتخابات عن ان هم يقولوا لا يعني احنا مش فارقه معانا ومش مشكله ولا حاجه مهمه صح اكش انت بتتكلمي علينا كمهاجرين لكن للاسف لان امريكا دوله فيها حريات ودي حاجه كويسه في انتخابات الرئاسه اللي هي اكتر ناس بتروح تنتخب مش بس المهاجرين فقط ستة من كل عشرة ممكن يروحوا ينتخبوا هم اللي بيروحوا ينتخبوا الأربعة التانيين مش, بيروح مش بيروحوا مش بيروحوا يا الأربعة دي, الأربعة دول حوالي 90 ل 100 مليون أمريكي ممكن يروح ينتخب مش بيروح ينتخب م. فمش بس مشكلة للمهاجرين لكن هي مشكلة عامة لو تخيلنا إن ال 100 مليون دول أو جزء كبير منهم يروح ينتخب بيتهيألي كان الحال هيحصل كان الحال هيبقى أحسن م. من كده بالنسبة لنا احنا أوكي. المهاجرين كده بسرعه أوكي. امريكا دوله تعداد سكانها 330 مليون فيها 45 مليون ولدوا خارج امريكا. أوكي. نص ال 45 مليون دول يعني تقريبا 23 مليون اصبحوا مواطنين امريكان بالتجنس وبالتالي ليهم حق الانتخابات أوكي. وده تقريبا واحد من كل 10 امريكان ليهم حق الانتخاب فدي نسبه كبيره مش نسبه صغيره بس لو احنا اصبحنا زيهم ونقول لا مش مهم يبقى مش هيبقى لنا تاثير م. هكشي المهاجرين زينا ليهم دور كبير يمكن في مهاجرين مش مشهورين لكن في مهاجرين مشهورين قوي هكشي اشهر واحد من المهاجرين دلوقتي انا بعتبره اللي هو ايلان ماسك اللي هو مؤسس او رئيس شركه تسلا للعربيات الكهرباء اللي هي بتغير العالم دلوقتي م. ده هو شركته ليه شركه تانية اسمها سبيس اكس اللي هي ابتدت من 18 سنه ومجرد من اسبوعين بس لاول مره من حوالي 10 سنين تطلع اتنين رواد امريكان م. على شركه امريكاني قطاع خاص يبتدوا يتجهوا للفضاء ومن طموحاته ان هو يبعت ناس القمر والمريخ كلها طموحات جباره بس هو ده كان شخص مهاجر جه من ساوث افريكا وبعدين راح هاجر كندا وبعدين جه هنا وهو كمهاجر هو بيحب أمريكا جدًا وبيقول إن طموحاته وأحلامه دي ما كانش ممكن تتحقق إلا لو كان جه أمريكا. وليه ننسى إن حتى زوجة الرئيس ترامب هي جت مهاجرة وهي حتى قدمت على إن هي تبقى أمريكانية حتى قبل ما تتجوز ترامب اللي هو ما كانش تبع الرئيس ساعتها. ومن سنتين أو أربعة بقى من سنتين أو ثلاثة بس باباها ومامتها قدموا على إن هم يبقوا مهاجرين. فاحنا كلنا لينا دور سواء مهاجرين او مش أو مهاجرين. غير مهاجرين طبعا احنا يمكن ما عندناش الشهره بتاعت ايلان ماسك لكن دورنا برضو مهم في الانتخابات احنا عددنا اللي هم من خلفيه عربيه يمكن مش عدد كبير قوي عدد العرب اللي هنا او من خلفيه عربيه واتولدوا خارج امريكا حوالي مليون ونص ل مليون واحد لكن اللي منهم اصبح مواطن وعنده الفرصه دي لازم يستخدمها لأن دوره مهم، سواء هو بيعتبر إنه الديمقراطي أحسن أو الجمهوري أحسن، الأهم إن هو يروح وينتخب. ينتخب ويقول رأيه. ويعني 2 مليون ده عدد كبير، يعني حضرتك قلت من شوية 500 نقطة كسبت الرئيس فيعني فلا طبعًا هيفرق. طيب، أنا عايزة أشرح للناس، وبما إن إحنا قربنا على الإنتخابات، إزاي أنتخب؟ إزاي إيه القصة هنا؟ إزاي في أمريكا أروح أنتخب؟ طيب الاول اقول هل الملكه اليزابيث هتقابل الرئيس رقم 14 ولا هتقابل لسه الرئيس رقم 13 ده هنعرفه في نوفمبر اللي جاي لان 3 نوفمبر هو ميعاد الانتخابات اللي جايه يبقى جاي. 3 نوفمبر ميعاد الانتخابات اوكي آه. بس الشخص اللي يمكن متحمس وعايز ينتخب ما يقدرش كده يظهر فجاه يوم 3 نوفمبر ويروح يا جماعه انا هروح انتخب اه, آه. في حاجه معينه لازم يسجل اسمه وفي ديدلاين اسهل طريقه ايوه ممكن الشخص يروح زي الدي ام في ويطلب ابلكيشن ويملاها او يمكن سمعت برضو مكتب البوسطه طب بس دلوقتي, دلوقتي متاح في اثناء كوفيد 19 متاح الاماكن دي؟ قبل آه. حتى كوفيد 19 ابتدت ولايات كثيره دلوقتي بتعمل ريجستريشن اون لاين معظم الولايات مش كلها هي. يعني مثلا كاليفورنيا بتسمح بكده نيويورك بتسمح بكده نيوجيرسي قالوا السنه دي هيسمحوا بكده بس لسه ما حطوش الويب سايت تكساس ما بتسمحش بكده لكن معظم الولايات بتسمح بكده طب ازاي انا هاو دو اي ريجستر اون اخش على ويب سايت اسمها usa.gov اللي هي تابعه للحكومه الامريكيه usa.gov واعمل سلاش فوت ريجستريشن هتطلع لي البيانات وانا من ولايه ايه وعلى اساسها ازاي اقدر تو ريجستر ماي نيم اوكي في ويب سايت ثانيه سهله قوي برضو تبع الحكومه الامريكيه اسمها فوت دوت جي او في او لو انا مثلا ساكن في كاليفورنيا ممكن اخش على الويب سايت بتاعه كاليفورنيا اللي هي غالبا كاليفورنيا دوت جي او في والويب سايت دي هتوجهني وممكن اعمل ريجستريشن اونلاين واللي هيحصل ان بعديها باسبوعين ثلاثه هيجيني الريجستريشن كارد بتاعي في البوست. الحقيقه الريجستريشن كارد ده مش مهم لو اخدته معايا او ما خدتوش يوم الانتخابات ده مش مهم. بس ده بيبقى اثبات ان انا ليا الحق ان انا انتخب. ولما بعمل الريجستريشن تاني ممكن احط انا عايز ابقى ديمقراطي او جمهوري او حزب ثالث او رابع او حتى ولا حزب ويمكن بعض الولايات انا قريت ان هم حتى مش بيدوا الاختيار ده فهو مش حاجه مهمه. مش هتاثر تاني على اختياري للمرشح اللي انا بحس ان هو انسب ان هو يبقى رئيس امريكا. ارجع تاني بسرعه للانتخابات <مت> واحنا بنعمل ريجستريشن الانتخابات بس مش انتخابات رئاسيه، في ساعات في نفس المره او مرات تانيه في انتخابات لحاكم الولايه، في انتخابات ساعات العمده بتاع الحي او السيتي اللي انا عايش فيها. في انتخابات تانيه بتبقى خاصه هل الولايه مثلا تزود الضرايب ولا تقللها. هل تحسن التعليم بالطريقه المعينه ولا لا فالانتخابات مش مجرد انتخاب الرئيس بس اهم حاجه تاني نروح للويب سايت اللي انا قلت عليها ودي سهله قوي والشخص في خمس دقائق يقدر ان هو تو ريجستر وهتجيله المعلومات في البوستة الاهم من كده بعد كده الشخص بيجيله في البوستة الكتيب الرسمي اللي مبعوث من الحكومه اللي كل واحد مرشح نفسه بيقول فيه افكاره ودي افكار بتبقى مش مبعوته من هيئه بتدعم مرشح معين دي بتبقى الافكار العامه فاقدر انا اكون منها فكره دي برضو طريقه ثانيه في ناس ساعات يمكن رجسترد من سنين كتيره ومش عارفين هم رجسترد ولا لا مم. الناس دول برضو يقدروا يخشوا على نفس الويب سايت usa.gov ويحطوا بياناتهم ومنها هيطلع لو هم فعلا لو هم موجودين او لا ريجسترد او لا صح. فدي مم. طريقه ثانيه الحقيقه الحكومات وعلى الاقل انا عارف ان من كاليفورنيا من مارس اللي فات سهلوا الموضوع اكتر واكتر واكتر. من مارس اللي فات وده هيحصل في نوفمبر لو انا عايش في كاونتي معينه اقدر اروح في اي موقع انتخابي في الكاونتي دي وانتخب فيها، حاجه سهله جدا جدا جدا. مش طوابير بقى وزحمه والكلام ده كله زي ما كان بيحصل في مصر هو يمكن طبعا يحصل عشان كوفيد غالبا لازم الحاجات بتاخد آه. وقت اكتر آه. في طرق ثانيه انا ممكن انتخب بالبوسطه دلوقتي آه. دي خلاف لكن مسموح بيها م. او ممكن املى الورقه اللي هي هتجيلي في البوسطة واروح الموقع الانتخابي مجرد احطها في صندوق هناك وامشي م. فكل ده متاح فاذا كان الحكومه بتقدم التسهيلات دي ما ينفعش ان انا ما اعملش الدور اللي عليا وبعد كده اقول اه دا الحكومه بتزود الضرايب عليا طب احنا هنعمل ايه طب ايه اللي اقدر اعمله طب ما انت كان ممكن عندك الفرصه ان احنا ننتخب ونقول ده صحيح اه يعني ال ال يعني بشكرك طبعا على الشرح وبالظبط وايه المواقع والكلام ده كله لكن كمان اهميه الانتخابات فيعني في حتى مش بس في اختيار الرئيس وان كانت دي حاجه مهمه جدا لكن كمان في اختيار الحاكم الولايه في اختيار لو في فوت على الضرائب او على المدارس وكانت قصه المدارس اللي كانت من من كام شهر وبعد كده جه بعدها بكام شهر الكوفيد 19 التربيه الجنسيه معنى صح او تعليم التربيه الجنسيه في المدارس وبدايته من بدري برضو اي ثينك ان ده كان عليه فوت أه وده قد ايه مهم جدا كمان يا سامح يعني انا عايزه يعني اركز على حته ان احنا دي حاجه من من المسؤوليات اللي علينا اللي لازم نكون بنقوم بيها صح وهي حاجه اكشال المفروض تفرحنا وتخلينا فخورين يعني ما هياش حاجه تضايق يعني ان الشاب يقضي نص ساعه يروح ينتخب ويمكن يقضي ساعتين او ثلاثه في الشهور اللي قبليه ان هو يحاول يقرا ويثقف نفسه ما هياش حاجه تضايق بالظبط بشكرك جدا جدا يا سامح شكرا ليك وشكرا لوقتك وشكرا للمعلومات المهمه وبما انك كمان عايش في امريكا من زمان فده يعني حضرتك قلت نقطة مهمة جدا ويمكن عشان كده أنا لجأت لكم أنتوا الأتنين دكتور سمير وحضرتك إن إن إحنا بنسأل الناس اللي بقى لها سنين واللي هي كمان انفولف في المجتمع وإن هي مهتمة بالقصة دي بالوضع السياسي وبإن هي تكون بتدلي بصوتها وإن هي تكون آكتف في المجتمع مش مجرد بس بالاسم امريكي لكن عايش مصر بس في امريكا شكرا ليك يا سامح ربنا شكرا يبارك شكرا جزيلا بشكرك شكرا جدا جدا طيب ليك اي تعليق قبل ما نختم انا بشكر المهندس سامح هو صديق عزيز الحقيقه قال معلومات مفيده جدا جدا هو شاطر في الارقام والاحصائيات والويب سايتس برافو عليه انت ذكرتي حاجه ممكن اعلق عليها دقيقه آه. 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 انه حكايه ال... الاجيال الصغيره بي... بي... آه. بي... اه بيمشوا مع الليبراليين الديمقراطيين هقول لك كمان علشان انا عيالي ولادي شباب يعني م. وليهم كونوا فكر آه. الفكره كمان ان هم لا لا ده فكر مصري فكر مصري فعارف مصري مش قديم لا فكر مصري مم. فاحنا وكاننا جايين بعقد معينه من مجتمعاتنا وهم يعني عندهم حق, حق في جزئيه معينه آه. يعني. جايين بعقد معينه من مجتمعنا وبالتالي احنا مش عارفين نقيم الوضع صح مم. وكلمه كمان اتقالت انا ما اعرفش يعني ايه حريه هم مولودين في زمن الحريه مم. انا ما اعرفش بالنسبه لهم يعني ايه حريه فعشان كده بطالب بالحاجات اللي تحسسني بالتوازن م. وبالامان لا هم مش عاي... هم عايزين يقلبوا الدنيا راسا على عقب فدي الحريه من وجهه نظرهم ازاي في يبقى فيه ال... في كذا نقطه في, في ال... ايوه حضر. في في مقوله بتقول ان هقولها بالانجليزي وبعد فرق. كده هقولها بالعربي قول if you are not a liberal زي ما اتفقنا الديمقراطيين هم الليبراليين والجمهوريين هم المحافظين If you are not a liberal when you are uh, 20, you don't have a heart. <applause> If you still a liberal when you are 40, you don't have a mind. <applause> يعني لو ما كنتش ليبرالي وانت سنك في العشرينات، يبقى انت ما عندكش قلب. <applause> لو لكن لو فضلت <applause> ليبرالي وانت في الأربعينات من عمرك، يبقى انت ما عندكش عقل. <applause> صدق بالظبط فعلا بالظبط <applause> ليه 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 الجمله دي الجمله <applause> دي ودي, ودي <applause> على فكره مش اي اهانه لل للشباب الصغيرين او شيء بالعكس دي سمات المرحله بتاعتهم سمات المرحله بس هي دي برضو بتوضح التوجه بتاع الفكر المنطق الليبرالي والمنطق احق او المحافظ احد الحاجات اللي بتحكم طريقه التفكير هي الحاجه المبدا او القضيه او الفكره او القانون اللي انا هتعصب له واوقف فيه دوت <applause> بالنسبه للجمهوريين او المحافظين المهم بالنسبه لهم هل القانون دوت او الفكره ديت مفيده ولا لا؟ هل هي هتساعد على فائده الناس فائده المجتمع ولا لا؟ على على المدى القريب والبعيد الليبراليين الديمقراطيين بيفكروا ما بيفكر ما مش ده السؤال اللي بيسالوه مش بيفكروا في المستقبل مش فكره بس مش بيفكروا السؤال اللي بيسالوه هي هل it feels good ولا لا اه oh, yes. it feels good ولا لا فالجمهوري المحافظ يسال does it do good الليبرالي الديمقراطي بيسال does it feel good اوكي فرق كبير جدا اه بالظبط فعشان كده تلاقي المشاعر لما بتتاجج ما هو مش بيفكر بقى ايه التاريخ وايه تعق... توابع الموضوع ده وايه, وإيه هيأثر مستقبل. هيأثر ايه الم... لا هي هاو داز ات دلوقتي مم. <applause> بس هيوفر لي هو... ايه النهارده اه هيوفر لي ايه النهارده آه، الفكره دي هت, هت... آه، يعني انا حاسس بيها ايه <applause> فهي المشاعر هي اللي بتقود الموضوع <applause> وبت... وكمان بتغذي فكره ان انا عايز افيل جود اباوت ماي سيلف عايز اشعر كده ان انا سوري ان انا عايز اشعر عايز اشعر ان انا شخص كويس عايز اشعر ان انا شخص ذو اخلاق و... 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 ومثل ساميه مش فكره هل الحاجه دي ليها ايه اثرها في الحالي وعلى المدى المستقبل. البعيد اه طب نعمل ايه نسيبهم لا بالنقاش بالنقاش ومع الوقت هو مع الوقت طبعا ده اكيد يعني ياس. انا دايما بقول لهم انتوا هتعرفوا لما هتفهموا اكتر والايام اللي جايه هتوريكم حقيقه الامور اكتر من في كله. حاجه بقى تانية كمان هي مش عارف احنا وقتنا ايه لسه خلص شوي. من... لسه لا لسه شوي في شوي الحاجة اللي بتساعد على أنه الوضع هو كده بالنسبة للشباب بتاعنا هو سيطرة الليبراليين الديمقراطيين على مناحي كتيرة من, من مناحي التأثير التعليم. على الفكر والوجدان آه. المن النواحي دي اللي هي ايه؟ التعليم من ست. مدارس وجامعات اغلب اساتذه الجامعات واغلب القائمين على المناطق التعليميه هم فكرهم ليبرالي وهم ديمقراطيين بحسب و و واغلبهم كمان ملحدين يعني هم نفسهم yes. هم اللي بينادوا yes. بان ما فيش ربنا يعني yes. Mm. Yes. فده فده الغل... ف... فهو ده اللي بيشكل الوعي وطريقه التفكير بتاع الشاب من المدرسه لغايه لما يتخرج من الجامعه ده هي. الحاجه الثانيه الميديا مسيطر على أغلب مواقع الإعلامية هم الليبراليين الديمقراطيين هوليوود أغلبها ليبراليين ديمقراطيين مم. فانت فهي ف ف ف الانبوت كوم... اللي داخل للشباب من آه. كل حته اساسا آه. هو بيتعامل معاها ف... مع صح؟ شيطانه الاخر مش بس آه. ان هو بي... زي ما سامح بيقول احنا بنشرح دي وبنشرح دي مم. والفكرتين والشخص يختار هو ده الصح ده اللي المفروض يكون لكن الثاني هو بيتكلم على ان هو الاعلى وهو الاحسن وهو الاسمى وهو السمارت وهو اللي عنده قلب والباقي آآ آآ يشيطن الشخص الاخر هو غبي وجاهل وما عندوش قلب ده حقيقي سمير انا بشكرك جدا 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 لكم المعلومات اللي في منها يعني انا جديده عليا بس بشكرك لوقتك كمان ومهم جدا ان احنا كنا نعمل الحلقه دي مش مجرد حلقه بتتعمل Yes. لكن علشان نكون بنشجع الناس اللي متقوقعة في بيوتها اللي سلبيه اللي مش عايزه يكون لها دور ان احنا نشجعها يكون لها دور وان دورها هيفرق وهيكون مؤثر وممكن يغير امريكا والعالم كله من حواليها ده حقيقة. انا بشكرك جدا شكرا ليك وانا بشكرك داكي. على الحلقه الرائعه وعلى تفكيرك ان احنا نعمل حلقه في الموضوع ده اشكرك بشكرك <applause> شكرا ليك وبشكرك جدا طيب اعزائي المشاهدين بعد ما قدمنا معلومات كتير وحاجات كتيرة بتحصل حوالينا ممكن ما نكونش داريانين بيها لكن ده هيخلينا ايه مش نرجع زي ما كنا لكن نروح داخلين على المواقع اللي سامح قال عليها وان احنا نسجل اسامينا علشان نكون بنستعد للانتخابات اللي جايه ونكون بنركز كل واحد بالاجنده بتاعته وبالكلام اللي بيتقال عنه وده هيعمل ايه وده هيعمل ايه ونسال على قد ما نقدر علشان نكون بنقوم بدور اللي علينا. انا هسيبكم دلوقتي بعد الحلقه اللي مليانه حاجات سياسيه لكن زي ما قلت هي من الحياه هسيبكم مع ترنيمه انت بالحكمه انت وحدك ماسك زمام الامر بشكركم جدا لمتابعتكم والى اللقاء في حلقه جديده وبرنامجكم من الحياه. بالحكمة إنت وحدك ماسك زمام الأمر كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر بالحكمة إنت وحدك ماسك زمام الأمر كل الخيوط في يدك وامين بطول العمر ليك كل الكلمه الاخيره مهما قالوا في كلام عالي وايدك قديره قلبك مليان حنان ليك كل الكلمه الاخيره مهما قالوا في كلام عالي وايدك قديره قلبك مليان حنان صالح انت ومحسن صالح بطول العمر وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر صالح انت ومحسن صالح بطول العمر وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر مهما الظروف تعاند وان الازمات تفضل بتقود وساند في اصعب الاوقات مهما الظروف تعاند وان الازمات تفضل بتقود وساند في اصعب الاوقات ما بتدي الا الخير مهما المشهد ظلام كله بامرك يصير دي وعودك مش كلام ما بتدي إلا الخير مهما المشهد ظلام كله بأمرك يصير دي وعودك مش كلام تفاصيل العمر عندك حاسبها بالإتقان وحياتي هي ملكك حبك افضل ضمان تفاصيل العمر عندك حاسبها بالاتقان وحياتي هي ملكك حبك افضل ضمان تشوفك وتصدق بالإيمان ده ما فيش أمر يفوتك في إيدك السلطان الدين عن يعني انت شوفك وتصدق بالإيمان ده ما فيش أمر يفوتك في إيدك السلطان يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم استريح واخضع لك ربي واصبر انت حكمك صحيح يا حبيبي ساعدني اشكر اسلم واستريح واخضع لك ربي واصبر انت حكمك صحيح يتبعني خير ورحمه دايما وفي كل يوم إكليل أحسن برأفة فوقي دايما يدوم يتبعني خير ورحمة دايما وفي كل يوم إكليل أحسن برأفة فوقي دايما يدوم وانا تايه بتراقبني وبترفي الكل ضعفي تشفع لي وبنعمة ترد دني نفسي وانا تايح بتراقبني وبترسل كل ضعفي تشفع لي وتعالجني وبنعمه ترد نفسي